ناجح في اوتيل 5 اتوال، كتسوق الطاكسي البيضاء وكتعيش التحديات اللي كتعيشهم المراه المغربيه، خصوصا ملي كتكون السيده اللي دخلت جات من فرنسا وغتعيش في المغرب، غتعيش داخل كاريان. كنت كنتمنى لو اننا صورنا في البيت ديالها باش نشوفوا قداش، حيت البيت ديالها واقيلا مترونس على مترونس ما كايناش. كنت فرحانه وانا مع في الكاريان، الاحساس ديال التورناج اللي دازت في الكاريان شنو الاحساس؟ كان زوين، كان احساس، كان الناس بالعكس طيبين وكرماء وقنوعين ومبتسمين ورحبوا بينا، بالعكس انا كنت فرحانه. الوضعيه المنزليه اللي كيعيشوا فيها في الرحامله هذه الحاجه اللي ما عمرني ما غادي ننساها. شنو وقت عشتي في تورناج؟ بزاف شي حاجه اطرات بزاف بزاف بزاف، لدرجه انك غتدخل دارك وغادي تصلي جوج ركعات وغتقول الحمد لله انني عندي ربعه الجدران والسقف كيسترني. الناس راه عايشين ودايرين السطل، مصورنا في الصيف ياك، لان الواد الحر تيفض عليهم من الفوق. الرابط بينك وبين الشخصيه، لانك تحدثتي ان الشخصيه كتشبه لك. شوف اسماء فيها من كل السيدات المغربيات، اللي هازه المسؤوليه اللي منها قراص ومن نازيف الراس، هازه مسؤوليه امها وبناتها وكتربي وظروف الخدمه مفلسه وبزاف د الحوايج، وكتبقى تصبر 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 حتى كيجي واحد النهار يبلغ السيل والزومه. شنو الرساله ديال الفيلم؟ الرساله ديال الفيلم فتحوا معنا الحوار عفاكم، المسؤولين فتحوا مع الشعب الحوار، ماشي معايا انا شخصيا ولكن مع الشعب المغربي كامل، فتحوا لهم بيبانكم، ما تبقاوش حاطين لنا سيكوريتي في الباب، حلوا للمواطنين ابواب اداراتكم، في النهايه رواتبكم كتقضاوها من ضرائب المواطنين، بالنهايه المنتخبين، بالنهايه انتم بشر بحالنا بحالكم، واللي حطكم في مناصبكم هو الشعب المغربي، هو اللي صوت عليكم ونجحكم في الانتخابات وصبحتوا برلمانيين وصبحتوا رؤساء مجالس وصبحتوا برلمانيين وصبحتوا وزراء وشكلتوا حكوماتكم، فلذلك فضلا فضلا هذاك الشعب اللي حطكم في هذاك المنصب واللي كتاخذوا رواتبكم من ضرائبه، تحاوروا معاه ونزلوا عنده شويه وشوفوه شنو بغى. فوجه المغاربه كاملين، انت في وجهك الابواب محلوله. لا جاوبني بصراحه. ايوا سالينا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.